برحب بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، وتاني فقرة حوارية النهاردة في صباحنا مصري. مبادرة حياة كريمة واللي أطلقها السيد الرئيس منذ عام 2019، ومنذ ذلك الحين حتى الآن بنشوف قد إيه على أرض الواقع حياة كريمة فرقت في حياة ناس كتير، بالذات في القرى الأكثر احتياجا. وشفنا الحقيقة الأهداف اللي كانت موضوعة على أساس هذه المبادرة بتتحقق على أرض الواقع، وهو الارتقاء بحياة المواطن المصري في المعيشة والصحة والتعليم والعمل والطرق والرياضة والثقافة وفي كل المجالات. بتعد واحدة الحقيقة من أكبر المبادرات على مستوى الوطن العربي، بل يمكن على مستوى العالم أجمع. عشان كده النهاردة معاكم هنتكلم في هذه الفقرة عن هذه المبادرة وما حققته بالفعل على أرض الواقع، والإنجازات اللي حققتها في حياة ناس كتيرة من أهالينا من سكان القرى الأكثر احتياجا. أتشرف جدا يكون معايا في هذه الفقرة دكتور طارق سعيد، أستاذ الإدارة المحلية. بصبح الحركة دكتور. أهلا بحضرتك وصحبك طيبة. وحضرتك بخير ومنورنا. ومبادرة حياة كريمة والأهداف اللي وضعت من أجلها هذه المبادرة، هيك شايف قد إيه من هذه الأهداف تحقق بالفعل على أرض الواقع؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. هي المبادرة إحنا كان في مبادرات كتيرة قوي بيتم إطلاقها من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ولكن كانت بتفتقد إلى الدعم وبتفتقد إلى الإمكانيات المادية. رأى السيد الرئيس إن لابد من توحيد هذه الجهود، ان يوحد يعني الجهود دي، يعني زي ما بنقول ايد لوحدها ما بتسقفش. فلاول مره دي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي من اكبر المبادرات على مستوى العالم، ولاول مره بتشترك حوالي 30 وزاره وهيئه و23 منظمه مجتمع مدني في هذا العمل الكبير اللي بيشرفنا بصراحه كلنا للاهتمام بالمواطن. كانت بدايه المبادره التي اطلقها الرئيس في 2 يناير 2019، وكان الاجتماع الاول على هامش مؤتمر الشباب السابع في 2019 في 30 يونيو 2019 اجتمعوا. دي كان اول اجتماع لمبادره لاطلاق المبادره، وكانت جميل ان هو كلها شباب متطوع لهذه المبادره. كان الاجتماع في 30 يونيو 2019 واسرعوا بعمل مؤسسه مبادره حياه كريمه في 22 اكتوبر 2019. طبعا دي المبادره لو احنا نظرنا ليها جوانب كتيره جدا، جوانب اقتصاديه، جوانب اجتماعيه. صحيح. وفي جانب خطير جدا ويمكن ما تطرقوش ليه كتير، وهو جانب امني. ازاي المبادره طبعا هم حددوا ليها ثلاث مراحل. المرحله الاولى ان لو احنا بصينا هنلاقي بصوا للقرى اللي هي نسبه الفقر فيها من 70% الاكثر فاكثر. المرحله الثانيه نسبه الفقر من 50 إلى 70%. المرحله الثالثه اللي هي نسبه الفقر اقل من 50%. اسمح لي دكتور قبل ما تكمل كلامك، لانه كلامك الحقيقه اثار تساؤلات كثيره قوي عندي، من ضمنها ازاي تم تحديد هذه المراحل؟ يعني ازاي اقدر احط شرائح مختلفه انه هذه القرى الاولى في المرحله الحاليه؟ وانا عارف احنا انتهينا من المرحله الاولى واحنا في المرحله الثانيه بالفعل، قول لنا اكتر ازاي تم تحديد هذه الشرائح المختلفه. والله هم طبعا حضرتك عارفه توجه مصر للرقمنه والجانب التكنولوجيا. صحيح. فهو في المنظومة الإلكترونية اللي تم إطلاقها بأن هم حددوا أو صنفوا القرى الأكثر فقرا أو الأكثر احتياجا للفقر، وبالأخص في جنوب الصعيد وفي قرى سيناء. ولو لاحظنا هنلاقي أن الفقر والإرهاب وجهين لعملة واحدة. دي حقيقة. فاللي بيولد الإرهاب الفقر. لو بصوا ان لقوا ان تقريبا يعني ان معظم العمليات الارهابيه والجماعات الارهابيه تاتي من شمال سيناء، تاتي من جنوب الصعيد، لان دي الاكثر فقرا ودي اكثر سيطره على العقول. طبعا يعني الفقر انا مش لاقي، فاما يجي حد يقعد يزن على وداني ويبدا يديني الفلوس فهبدا
ان انا اتجاوب ليه. فطبعا الدوله مش عيونها مش غافله عن هذه الكره، فحددوا الكره اللي هي اكثر عرضه للارهاب والفقر. ليه؟ عشان نقدر نسد الباب ده. انا يعني مش قادر ان انا اعيش حياه كريمه، مفيش مسكن ملائم، مفيش شغل، مفيش المهم ابدا اركز على الفئه دي. فتم تحديد هذه الكره واللي هي زي ما قلنا في النسب، اللي هي نسب الفقر فيها من 70% الى اكثر من ذلك. حضرتك اثرت نقطه حقيقيه برضو يا دكتور في غايه الاهميه، وهي فكره انه قد كده الارهاب والفقر وجهان لعمله واحده، وانها كانت مساله امن قومي، الاهتمام بالقرى الاكثر احتياجا. والحقيقه قياده سياسيه رات هذا الامر فعلا، عشان كده بدات بالاكثر احتياجا، ولانه القريه المصريه هي الاصل، ولانه اغلب اهالينا من القرى المصريه البسيطه. شفنا تغير حقيقي في هذه القرى، انعكس ازاي اجتماعيا على المواطن المصري في هذه المناطق يا فندم؟ هو حضرتك زي ما قلنا المبادره هي مش المبادره الوحيده على فكره، يعني في مبادرات كتيره، ولكن دي اللي لقت رواج اكثر، والتنسيق بين الوزارات والهيئات المجتمع المدني التنسيق. لا وكمان يعني ممكن في الحديث نقول ايه فايده التنسيق ده، يعني اكيد لازم نتطرق للنقطه دي. تمام. طبعا انا شايف ان اما حصل التنسيق ما بين الوزارات والهيئات وابتدينا ان احنا نركز على الكره، هي على فكره برضو مش الكره فقط، عشان ما نقولش المبادره خاصه بالكره، لا هي خاصه كمان بالمناطق العشوائيه طبعا. في الحضر، ودي تقريبا في المرحله الاولى تم انفاق حوالي 23 مليار جنيه على هذه المناطق. طبعا زي ما قلت لحضرتك ان في جانب اقتصادي، جانب اجتماعي، وجانب بيئي، وجانب امني. الجانب الاقتصادي انا مش مجرد ان انا بحسن من الحياه الكريمه للمواطن سواء في القريه او في المناطق العشوائيه فقط، لا لو شفتي حضرتك في السنه الماضيه الاهتمام بالعشوائيات والقضاء على العشوائيات، وكان اللي بيتم زي ما بنشوف في مثلث ماكبيرو غيط العنب في الاسكندريه بنتطرق الى جانب اقتصادي برضو. يعني احنا الجانب الاقتصادي ده انا مش مجرد ان انا بحسن لك سكن، الناس فاهمه ان حياه كريمه دي يعني سكن فقط، ان انا بحقق ببني لك بيت بس، لا ده هو كمان ان انا ببني البيت بهتم ان انا اوفر فرص عمل للاهالي هذه المناطق. الاستثمار في الانسان، يعني ان انا اقدر ان انا هذا المواطن ان انا حسنت له البيئه بتاعته، السكن الملائم، حسنت له التعليم، حسنت له الصحه، يعني ارتقي بكل جوانب حياته، ارتقي بكل جوانب الإنسان حياته نفسه. تمام. وفي نفس الوقت ان انا اوفر له فرص عمل عن طريقه. في مبادرات كتير تم اطلاقها في القرى برضو الاكثر احتياجا وفي المناطق العشوائيه، المشروعات الصغيره والمشروعات المتناهيه الصغر والمشروعات المتوسطه، ودي بتوفر فرص عمل للشباب. وكان التركيز برضو في هذه المبادره على الشباب نمره واحد، المراه المعيله، على الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، على كبار السن، على الاطفال، فكل فئات المجتمع تم التركيز عليهم بصراحه. يعني نقدر نقول انها ليست فقط للارتقاء بالسكن او البيت، يعني شفنا كتير قوي يمكن امثله حيه قدامنا وشهادات من اهالي هذه القرى والمناطق العشوائيه بيشهدوا انه ما كانش عندنا سقف، ما كانش عندنا حمام للاسف، لكن اصبح عندنا، وسعاده غير عاديه في قلوبهم انه حصل تغيير شامل وكامل. وطبعا يمكن ده كمان المبادره الرئاسيه لما بدات، ما كانش لسه فيروس كورونا بدا، لكن ده حمانا من كتير قوي قوي، وحمى اخواتنا واهالينا في القرى من انتشار هذا الفيروس، لانه الاختلاط كان اكبر جدا. هو مختلط على الناس، ان يعني في ناس كتير نسبه كبيره جدا فاهمه ان المبادره هي سكن فقط، يعني ان انا بوفر سكن فقط، لكن لا هو مش توفير سكن فقط. زي ما شفتي حضرتك برضو اما السيد الرئيس كان بيسلم بنفسه المساكن في المساكن الجديده، مساكن تحيا مصر، الاماكن كمان مجهزه، يعني هو بيسلم الوحده السكنيه مجهزه بالادوات الكهربائيه والاساس وغيره، الاهتمام عموما بالمواطن. ودي مش هقول ان انا يعني بحسن مستوى معيشة المواطن، لا ده هو المبادرة دي كمان جت تكريم للمواطن لما تحمله من تكلفة
فاتورة الإصلاح الاقتصادي ووقوفه بجانب الدولة في رحلة التنمية والبناء. يعني حضرتك عايز تقول ان ده حق المواطن المصري، عشان كده حتى اسمها حياة كريمة. تمام. يعني انا احيي جدا من اختار هذا الاسم، انه حياة كريمة للمواطن المصري. وعشان كده عايز اتطرق لبقية الجوانب. حضرتك قلت مش لا تشمل السكن فقط، وده يمكن كان بقية سؤالي اللي فات، انه شملت الجانب الصحي. تمام. والثقافي والتعليمي، وقولنا اكتر عن هذه الجوانب والاهتمام بها. والله هي لو احنا شفنا المرتكزات الرئيسية، هي ليها أهداف طبعا، يعني حطوا وضعوا مجموعة من الأهداف. الأهداف دي أولا طبعا سكن كريم، أو يعني ملائم. سكن ملائم. ودي أنا بس عايز نقطة كده بسيطة هتكلم فيها. عارف حضرتك إيه مبادئ الإدارة الرشيدة، أو مبادئ الإدارة السليمة، أو وظائف الإدارة زي ما كنا بناخدها في الكليات؟ التخطيط، التنظيم، التوجيه، التنفيذ، ثم الرقابة. الرقابة والمتابعة. الدولة فعلا حطت هذه القواعد ومشيت عليها. بداية من التخطيط، هي وضعت حجر الأساس في دستور 2014 في الاهتمام بالجانب الاجتماعي للإنسان وحياة كريمة للمواطن. كمان رؤية مصر 2030، المبادئ الأساسية والمرتكزات الرئيسية ليها، اللي هي الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للمواطن. ده التخطيط السليم. بدأت بعد التخطيط بنيجي لمرحلة التوجيه. التوجيه ان انا بوجه كل التنظيم، سوري، التنظيم بنظم واوجه الجهود كلها لتحقيق هذا الهدف. صحيح. ثم التنفيذ، بداية مرحلة التنفيذ اللي احنا شايفينها بالنسبة بتكلم على مبادرة حياة كريمة وغيره وغيره من المشروعات القومية. احنا حاليا في مرحلة التنفيذ، وده حضرتك لو بتشوفي، لو احنا كل يوم بنشوف متابعة السيد رئيس الوزراء، متابعة السيد رئيس الجمهورية، بينزلوا بنفسهم بيتابعوا. هي دي فعلا الرقابة. فهو بدأوا المبادرة دي، والمبادرة دي بينشق منها مبادرات كثيرة، زي مبادرة كلنا واحد، 100 مليون صحة، هتلاقي حضرتك مبادرات كثيرة جدا. أهم حاجة زي ما قلت في الأول الجانب الاقتصادي، لأن أنا مش مجرد أن أنا هوفر لك حياة كريمة وبعدين أسيبك بعد كده من غير شغل. طبعا. إيه ظروف، يعني حضرتك لو جينا بصينا للعشوائيات وتطوير العشوائيات، ما هي دي برضو داخلة من ضمن مبادرة حياة كريمة. في ناس كتيرة قوي رفضت أنها تسيب العشش وتنتقل إلى سكن كريم. طب أنت ليه مش عايز تسيب المكان ده رغم ان انا هنقلك لمكان أفضل. ملائم. طبعا دي ليها جانبين، شق النفسي وان انا جانب، انا جنب هنا، انا في وسط البلد، انا جنب الشغل بتاعي، اصلا انا عشان اتنقل هنزل شغل ازاي. وفي طبعا شق اجرامي، يعني في طبعا بتنتشر الجريمه وبتنتشر المخدرات في هذه المناطق العشوائيه. لكن اما انا اوفر لك بقى حياه كريمه، حتى الانسان المجرم او الانسان الوحش اما يلاقي ظروفه بتتغير، انا بغير ثقافه المواطن نفسه، يعني ثقافه المواطن بتتغير. دكتور طارق، حضرتك كمان اثرت نقطه في غايه الاهميه، وهي فكره انه ايجاد فرص عمل لهؤلاء برضو المواطنين علشان نحسن الحياه وتكون حياه كريمه كما هو اسم المبادره. ودايما بنشوف انه الشخص اللي ما تعبش في الحاجه ما بيقدرش قيمتها. لكن لما بشترك في هذا التطوير، ما بشترك في صناعة بيتي وصناعة الأجواء اللي أنا عايش فيها، هحافظ عليها. صح. الاهتمام بهذا الجانب واهتمام بهذا الشق، أني أخلي المواطن يحافظ على هذه المكتسبات، بنعمله إزاي؟ دي بقى حضرتك أنت أثرتي حضرتك نقطة مهمة، دي اسمها المشاركة المجتمعية. مين اللي بيمثل المجتمع؟ منظمات المجتمع المدني هي اللي بتمثل المجتمع. كان في مقترح كانوا يتم وضعه في قانون الإدارة المحلية، ان يبقى في مسؤولية مجتمعية، ان انا اما اجي اخد قرار اشارك المواطن نفسه، اخلي المواطن يحس ان هو يشارك معايا في صنع القرار. فاما يشارك معايا في صنع القرار هيحس ان هو يحس بقيمته ويحس بذاته، فهيبدا يحافظ على القرار ده، هيبدا يحافظ على تنفيذه، هيبدا يخاف عليه لان هو مشارك فيه. فدي من النقاط المهمه برضو اللي حضرتك اثرتيها، ان هي دي اسمها مشاركه مجتمعيه. بحسس الانسان او بحسس المواطن ان انت لا ليك قيمه، ان انت المكان اللي انت هتسكن فيه لا انت فيه مشروع هتشغله، فيبدا فعلا يحافظ عليه ان هو ده اللي بيغير من مسار حياته. صحيح.
يعني الأمم المتحدة أدرجت مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية. والحقيقة استوقفني هذا الأمر، وبالنسبة لي حقيقة أنا المعلومة دي كانت جديدة، لأني لم أكن أعلم حتى أنها التفتت إليها الأمم المتحدة. كيف ترى إنجازات تلك المبادرة على أرض الواقع حتى أنه التفتت إليها الأمم المتحدة؟ هي الأمم المتحدة ليها مجموعة من الضوابط والمبادئ عشان تقدر تضم أي مبادرة أو مشروع قومي ليها أو تدعمه. طبعا حضرتك عارفة في مؤسسات دولية كتير زي الأمم المتحدة، البنك الدولي بيدعمه المشروعات القومية وبيدعموا التنمية. من ضمن المبادئ عايز أقول أن توافقت مبادئ المبادرة مع مبادئ هيئة الأمم المتحدة. في مجموعة، أنا مثلا بحط مجموعة من الشروط، والله الشروط دي توافقت معايا يبقى أنا بوافق أن أنا أضمك وبوافق أن أنا أدعمك. فمن ضمن المبادئ أن هي تكون المشروع القومي أو المبادرات القومية تكون قابلة للقياس، تكون محددة الهدف، وتكون قابلة للتحقيق، ان انا فعلا تتحقق، مش انا اقول حاجة وما اقدرش احققها، تكون قابلة للتحقيق وتكون محددة بفترة زمنية وتكون بتعتمد على الموارد المتاحة. فلو احنا بصينا للمبادئ دي متوافقة مع المبادرة، انها فعلا محددة فترة زمنية 3 سنوات وبثلاث مراحل، محددة قابلة للقياس، بنقدر فعلا نقيس ما تم إنجازه وما يتبقى، محددة الأهداف. هدفي أن أنا أرتقي بالمواطن وأرفع العبء عن كاهل المواطن في الريف وفي الحضر، بعتمد على الموارد المتاحة وعلى الشباب، على جهد الشباب اللي موجود، ودي كلها إمكانيات عايز أقول أنها يعني موارد ذاتية كلها. فلقينا ان فعلا هي بتتوافق مع فوافقت الامم المتحده على ادراج مصر في منصه الشراكات، ووافقت بعد الطلب اللي تقدمت به وزاره التخطيط، لانها طبعا بتتوافق معها. كمان في من ضمن اهتمامات الامم المتحده ان زي ما حضرتك قلتي الاهتمام التنموي، الاهتمام بالصحه، الاهتمام بالتعليم، القضاء على الفقر. ولو احنا بصينا هنلاقي المبادرة دي بعد تنفيذها نسبة الفقر انخفضت بنسبة 14%، زيادة في نسبة التعليم وانتشار الفصول المؤهلة، و يعني عايز اقول مستوى التعليم عالي بنسبة تقريبا 18%، المستوى الصحي وانشاء المستشفيات في هذه المناطق، والمبادرات العلاجية اللي احنا برضو بنشوفها، برضو انتشر ارتفع الاهتمام بالمستوى الصحي بنسبة 20%. فدي كلها وجدت الأمم المتحدة ان متوافقة مع أفكارها ومتوافقة وتلاقت المبادئ، وبالتالي وافقت على شراكة مصر في هذه المبادرة. ويمكن كنا بنتكلم انا وحضرتك يا دكتور قبل الهوا، وبنقول انه كان قبل مبادره حياه كريمه في مبادرات تانية بتقوم بها هيئات منفرده، مجتمع مدني وقطاع خاص، لكن الوقت ده اصبح الامر منظم اكتر من قبل الدوله، واصبحوا اكتر تحت مبادره حياه كريمه. لو اتكلمنا عن الدور الهام لهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص في ظل مبادره حياه كريمه، نقول ايه؟ هو التوجه ده يعني موجود من زمان، يعني مش من العصر الحالي، لا من زمان، ولكن ما كانش فيه إرادة سياسية لتوحيد الجهود دي. يعني كان كلام على ورق كله، يعني احنا عايزين نشترك عشان نعمل عشان نسوي، لكن كله كان كلام على ورق. ولكن مع وجود الإرادة السياسية بالفعل تم توحيد هذه الجهود، وزي ما قلت لحضرتك هي إيد لوحدها ما تسقفش، كل مؤسسة فعلا بتعمل عمل لوحدها، ولكن مش بيطلع عايز اقول بالمشهد اللي عايز انا اوصل له، او المشهد الملائم ليه؟ لضعفه برضو الامكانيات، على قد يعني على قد ما بيقدر هو بيشتغل. لكن اما اجي اشترك والاول مره بيتم توحيد الجهود، قطاع حكومي، قطاع خاص، مجتمع مدني، وزي ما قلت لحضرتك في الاول يعني اكبر المبادرات 30 وزاره وهيئه زائد 23
مؤسسة مجتمع مدني. فطبعا توحيد الجهود ده كله، كل واحد ليه ميزة، بس كل واحد بيستخدم الميزة دي لوحدها. يعني واحد فلان عنده مثلا قدرة مالية، التاني عنده قدرة هندسية، التالت عنده قدرة إدارية. لا، أنا بجمع الجهود دي كلها، وإحنا شايفين من أكبر الوزارات في مصر، التعليم، الصحة، الداخلية، الهيئة الانسانية للقوات المسلحة، وزارات كتيرة جدا، زائد التنمية المحلية طبعا. تمام، التنمية المحلية دي أهم حاجة. ما عشان كده عايز أسأل حضرتك دور كمان وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع باقي الوزارات للارتقاء بحياة المواطن المصري. عشان تعرف حضرتك التنمية المحلية عايز أقول إنها تقريبا بتقوم بمهام حوالي 7 وزارات. ازاي؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، ودي كانت شكوى من المحليات. عند حضرتك الطرق دي وزاره النقل، هتلاقي المحليات مسؤوله عن الطرق، اناره الشوارع وزاره الكهرباء، بتشوفي حضرتك في المحليات مديريه الصحه، مديريه التعليم، دي خاصه بالمحليات ولكنها خاصه ايضا بالوزارات. فوزارة التنمية المحلية ليها دور محوري، عايز أقول إنها الجندي المجهول بتاع الوزارات، ولكن مش مرئي، يعني مش ملحوظ. فطبعا ليها دور كبير جدا، وهي اللي عايز أقول حجر الأساس لمثل هذه المبادرات والجهود التنموية، هي فعلا حجر الأساس ليها. وحضرتك يمكن في خلال كلامك كنت بتتكلم على تحرك الدولة اتجاه التحديث والتقنيات الحديثة والتكنولوجية وإطلاق المنظومة الإلكترونية لمبادرة حياة كريمة. إزاي بترى ده بيسهم أكتر في حصر الاحتياجات اللي بيحتاجها الإنسان المصري البسيط في تلك المناطق، وأيضا متابعة، وحضرتك ذكرت حدة المتابعة من شوية، طبعا تقييم حالة التنمية وجودة الحياة؟ هي طبعا مع زي ما قلت دخلنا عصر التكنولوجي والرقمنة اللي أعلن عنها السيد الرئيس العام الماضي، إن عايزين كل حاجة تبقى مميكنة، كل حاجة بيانات وأرقام تبقى موجودة. السجلات الورق ده ملوش، مش هيبقى ليه وجود قدام. ده لتحديد إدخال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، ودي طبعا تحت قيادة وزارة التخطيط. دي قدرت فعلا انها تحصر احتياجات القرى واحتياجات المناطق العشوائيه، وقدرت انها تحدد، يعني بيبقى في اعداد المواطنين فيها، في احتياجاتهم ايه، ما تم انجازه، ما سيتم انجازه فيما بعد، والاستدامه والاستمراريه طبعا، ومتابعه ما حدث. ما في حضرتك التنميه، في عندنا التنميه، مصطلح التنميه ومصطلح التنميه المستدامه. صحيح. التنميه دي تنميه وقتيه، يعني انا بعمل تنميه وقتيه، لكن دلوقتي هذا المصطلح اصبح مش موجود، واصبح موجود التنميه المستدامه. انها تبقى، لان انا اصلح حاجه دلوقتي واسيبها، لا، انا افضل انمي وتفضل هذه تفضل عيني عليها. بشكرك جدا، نورتني يا دكتور طارق سعيد، استاذ الاداره المحليه. شكرا جزيلا ليك. حضرتك كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، بشكرك.